السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم نديرو واحد منطقية ديال الكاكاويتي او زبدة الكاوكاو، صحية 100%. ثلاثة المكونات: الكاوكاو محمص، نص كيلو الكاوكاو محمص، جوج حتى ثلاثة المعلقات ديال طحيني او زبدة السمسم، ونص معلقة ديال الملحة. كتجي على هذا الشكل، انتما رائعة جدا وصحية، خاصة لنظام الكيتو وغير نظام الكيتو، صحية 100%. ما زيدين لها لا دهون غير صحية ولا مكونات غير صحية. الى بغيتوا تعرفوا كيفاش درت لها بقاو معايا في الفيديو، كاين ما يتشاف. مرحبا بكم. كما كتشوفوا انا خديت هنايا كاوكاو مقشر، كشريته عند الجزار كيلو كيدير 3.50 ديال كاساري كاردو. غادي ناخذ غير نص ديال القياس، نص كيلو، لان ندير جهد قريعه صغيره، كيعطيني قريعه صغيره. غادي نديروه في الصوينيه ونديروه يتحمر في الفران، غير يبدا كيعطي الريحه في الفران، صافي بركه عليه. دونك المقادير اللي غادي نحتاجو، كما شفتوا انا حمرت نص كيلو ديال الكاوكاو، كنشريه بلا قشور، غير يبدا يطلق الريحه ديالو في الفران ويبدا يتحمر على هذا الشكل. هانتوما صافي بركه، الجهد ديال نص كيلو. عندنا واحد الاناء ديال الزاج طافر يكون نقي معقم، هادو كيجيو محكمين مزيانين باش نديرو فيهم الكريمه ديالنا. غادي ندير واحد المعلقه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه ديال الهيمالايا. وإلا فاش نطحنوا الا شتو عاقد، غادي نزيد له يا اما معلقه ديال الطحيني، هذيك شريتها من عند الجزار، كنشريها من عند الجزار حيت هذه ماركه مزيانه، المكونات ديالها غير السمسم، ما فيها حتى شي حاجه، حتى شي اضافات، غير السمسم. اولا الزيت ديال الكوك ندير معلقه حتى لجوج، الزيت ديال الكوكو هذه عندي فيرخين، حتى هي مفيده صحيه الدراري الصغار مع الطوست، حتى لينا حنا الكبار، راه زبده الكاكاويتي راه مفيده جدا، غنيه بالبروتين، غنيه بالاوميغا 3، وغنيه بالدهون المشبعه. دونك غادي الطريقه غادي نديرها، غادي نطحن الكاوكاو في ميسيو كويزين. علاش؟ لان البوتونسيال ديالو مجهده، ودغيا غادي يطحنوا ليا. الا عندكم شي غوبو من الاحسن يكون غوبو اللي يتحمل البوتنسيال، يعني لان غادي تستمروا تبقاو كطحنوا طحنوا طحنوا حتى يولي كريمه. انا هنايا في ميسيو كويزين ما عنديش مشكل، دغيا غتردوا منطقيه. دونك غادي ندير، ونحتاج سباتولا، هذه سباتولا باش نهبطوا فاش يطلع، وهذه باش نديروا في الاناء. اذا نمروا لطريقه التحضير سهله سريعه، دغيا نديروها. غادي ندير الكاوكاو هنا، هادشي المليحه هانتوما شويه، لان كتعجبنا مالحه. هاد المنطقيه ديال الكاوكاو تقدروا ديروها منطقيه ديال اللوز، او لا منطقيه ديال الفروتو سيكو اللي نتوما كتفضلوا اللي كياكلوا ولادكم. غادي نعطيها البوتنسيا 5 دقائق، وهنايا لا بويسونس غادي ندير 6، ونبقى كنشوف نطلل عليها عيني ميزاني. دونك غادي نعطيها،
بركة الله. ها انتم البنات نوريها لكم، شفتوا شفتوا القوام ديالها؟ دابا غادي نديرها في القريعه الزاج باش نحافظوا عليها. هانتوما راه بحال مانتيكيه، راه شفتوا درت لها واحد جوج معلقات ديال جوج حتى ثلاثه د المعلقات صغار ديال السمسم طحيني كيتواتى مع الكاوكاو. عندي غادي نديرها هنايا، انا وليت دابا الصراحه كنت شحال هادي كنشريهم بيو، ولكن دابا وليت كنديرهم في المنزل ديالي، كندير اللوز وكندير هادي ديال الكاوكاو. سهله مهله، ما كتديليش كاع الوقت، ومزيانين الفطور الكوتي، احسن من الشوكولا ومن البويريه مع واحد الطوسطاطا ديال الخبز. صافي صافي، ها الكريمه الكاكاويط وجدات معنا، جات الخير والبركه. انا عندي هنايا فريشات ديال الخبز كيتو، وهذا نورمال، هادو دوك الطوست اللي كيجي مدير من الانتيغرال اولا كيما كتبغيوه نتوما. صافي كندهنوا على هذا الشكل، ما ندخلوش لان ماشي مضر، هذا صحي صحي 100%، وفي نظام الكيتو عايجينا مزيان لان احنا كنحتاج ناكلو الدهون، يعني الجهد ديال جوج معلقات هانتوما. على سيدي كيتواتى مع واحد بريري داتاي مشحار بالنعناع. فطور صحي غزال مع هاد البرد، عندنا البرد حنايا. ومن بعد ما ساليت هلا كريم كاكاويتي، مشيت انا وصاحبتي نديرو اليوم واحد الحصه ديال السبا، نرتاحو شويه نسترخيو من بعد ستريس ديال السيمانه والتماره. المهم كنحتاجو نديرو هاد لي مومون من حين لاخر. اللي كيطلبوا دابا عيطنا في التليفون، ولكن ضروري غيكونوا دايرين شروط هنايا. هذه الدخله ديال لوتيل سميتو لاكين تاباك، حنا كنا شحال هادي كنديرو هنايا سبا ساونا حمام تركو. صاحبتي كضحك كتشوفني كتسجل هانتوما لا نوتيسياس. دخله زوينه كالم، ولكن محال واش غادي يخليوني نسجل. يا سلام على صوت المياه وغرير المياه. Bonito, ¿no? Este es el restaurante. La vida de el restaurante. Y nosotros vamos por ahí. ¿Mm? Ah, entrada por aquí. ¿Eh? صافي دابا غادي نحيد الحوايج ونخبعوهم الكرافين كتبدلي ونخليهم في الكونتينر. هنا صورت لكم شويه الدروج والدخله، لان ممنوع تماما التصوير اولا غرافاسيون ممنوعه تماما هنايا. راه الصراحه غير بالتخبيعه انا وصاحبتي درت شويه، قلت لهم باش نشاركوا مع البنات كي داير من الداخل
باش يشوفوه. المهم خرجنا شنو غادي نقول لكم، ريلاكس توتال، هذه زون هادئه بزاف وزوين الواحد من وقت لاخر كيحتاج لهاد لي مومون ديال الاسترخاء والراحه، بعيد على الستريس والمشاكل والهم. المهم زوين زوين زوين، دابا صافي نمشيو نشدو الطريق ونمشيو بحالنا للدار ديالنا. الطبيعة كي بونيتو نو ماري خوسي، بريسيوسو مي انكانتا، ايرا طودو فيردي. المهم دابا البنات من بعد ما ارتحيت وهذا غسلت وجهي نظفتو مزيان، غادي ندير له هذا الماسك، ماسكارا فاسيال ديال الجينسين والكولاجين، زوين كيعجبني بزاف هذا الوجه، كيخليه لي ايدغاطي. مره كناخذو من بريمور، راه كيدير غير ان هو صافي. وغادي غادي ندير هذا الماسك ليدي ديال الكاموميل، راه كنت وريته لكم بزاف د المرات شريته، كندير فيه جوج حتى لثلاثه د الاستعمالات، فيه كيجي فيه البرودوي بزاف في اليد الداخل في الوانطي، كنستعملو اكثر من جوج د المرات، كيخلي لي اليدين رطب بزاف. غادي ندير غير غيرني يدي مكون اظافر صافي اللي غادي ندير. وهو هذا، نخليكم في امان الله مع هاد الصور ديال سبا في مشينا، فيديو خفيف ظريف، تهلاو لي فراسكم، نتمنى يعجبكم الفيديو، مع السلامه.